شايفين نزلت الفينكس 8 هيدي هي، وعندنا الاندورو 3 هيدي الجديده. هلا بنحكي عن كل تفاصيل هدول الساعتين. على السايز تعول الفينكس 8 مثل ما كنتم شايفين عندنا ال 43 ملم، عندنا ال 47 ملم، عندنا ال 51 ملم. هلا ال 51 ملم في عندك الاموليد، نوعيه الاموليد، وعندك السولر، وعندك الفينكس اي. هدول ثلاث انواع. هلا مشان اذا حدا بده يشتري يعني يحب يشتري، تذكر انك تختار انت اول شيء الكيس، بعدين تختار مثلا بدك فينكس 8 اموليد ولا بدك اياها ام اي بي، لانه الام اي بي هي نزلت سولر. نحن مفتكرين انه حينزلوا الاموليد سكرين سولر، يغيروا شوي يعني، لا، حافظوا على فينكس 8 اللي هي الام اي بي يعني ميموري ان بيكسل مع السولر سيستم. فانت بتختار الكلر اللي بدك اياه والاشكال. يعني مثلا انا ال 51 ملم بدي اياها مثلا خلينا نقول فينكس 8 سولر، فعندك هول النوعين بس اللي شايفين، الباقي اللي بالجراي انسى هذا الموضوع. الفينكس اي ال 47 ملم اللي هي الاصغر من اكبر وحده، اوكي، لما ال 51 هي اكبر وحده، هيدي 47 ملم حقها 799 اموليد سكرين، اكيد هذا شيء ممتاز. هيدي شكلها للساعه، وعندك هدول الالوان بس اللي موجودين عندك، عندك هذا الشكل وعندك هذا الشكل بس، هدول الاثنين اللي موجودين للفينكس اي. هلا الشغلة الحلوة اللي قلت لكم عليها والحمد لله تبينت وظهرت، اللي هي بلت ان سبيكر ومايكروفون، هذا الشيء ممتاز جدا، وحتى فويس كوماند، يعني فيك انت تحكي مع سيري ان كان عندك ايفون، او كمان فيك تحكي مع جوجل اذا كان عندك اندرويد فون، فهذا الشيء ممتاز جدا. واكيد الساعة طبعا فيها لايت مثل ما كنتم شايفين، بلت ان لايت فلاش، بس عن جد كثير غالية الساعة. يعني ال 51 ملم اللي هي الفينكس 8 51 ملم مثل ما كنتم شايفين، هيدي الاشكال تعورها الثلاثه، هيدي شكلها الاساسي، صراحه غاليه كثير، سعرها 1199 دولار. طبعا سفاير وتيتانيوم، تذكر هذا الموضوع، بس لانه فيها سبيكر كرمال هيك غيروا بالسعر.